بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة نواصل ما بدأناه من قبل من تتبع لنشأة جماعة الإخوان المسلمين في بداياتها الأولى المتواضعة الصغيرة كجماعة صغيرة من أفراد قلائل، وفي هذه الحلقة وما يليها من حلقات سنرى التطور الذي حدث للجماعة من نمو في عدد أعضائها وتنوع في نشاطها، وبالطبع ما قابل هذا من زيادة إمكاناتها وفرص العمل وأمامها. ومع المنطق السليم يقول إنه إذا اشتغل الإنسان واجتهد وعمل وتنوع نشاطه فإن حجم التحديات التي تقابله يزداد بطبيعة الحال. أما إذا ظل منكمشا وفي يعمل في نطاق ضيق بشكل روتيني فإن التحديات التي تقابله ستبقى على نفس الوتيرة قليلة ونادرة، ويستطيع أن يتخلص منها مع الزمن. لكن الإخوان كانوا على عكس ذلك، ينمون يوما بعد يوم ويستشفون آفاقا جديدة للدعوة، مما عرضهم لمقاومة كبيرة من القوى التي لم ترضى أن تجد دعوة إصلاحية أو فكرة إصلاحية تنجح في وسط المسلمين بعد أن طال ثباتهم وبعد أن تأخروا كثيرا وكاد الأمل ينعدم بينهم في حياة أفضل. هذه هي القضية التي شغلت حسن البنا من البداية، كيف يأخذ بالأسباب التي تمكن للمسلمين من الخلاص من حالة اليأس والإحباط التي تسودهم والضعف والانحلال، وكذلك أن يقاوموا الفساد الذي عشش وأصبح مسيطرا على جوانب حياتهم ويهدد مستقبلهم ومستقبل أولادهم. طبعا هذا الفكر وهذه النزعة طموحة للغاية، خاصة عندما ندرك حجم التفكك والانحلال الذي كان يسود يعني المجتمعات الإسلامية ومن بينها مصر في تلك الفترة، وتسلط القوى الأجنبية عن طريق الاحتلال المباشر أو السيطرة السياسية والاقتصادية على مقدرات بلاد المسلمين. فهنا ندرك أهمية الظرف الذي نشأت فيه جماعة الإخوان وحجم التحدي الذي قابلها من اللحظة الأولى. قبل أن ندخل في المسائل الفكرية والتقييم الموضوعي للأحداث وتحليلها، هناك نقطة بسيطة صغيرة انتبه إليها الباحثون في مسألة التاريخ بدء الجماعة. فعندما تعارضت بعض الروايات وذكرت ذكر عام 29 بأنه بديل للتاريخ المشهور من نشأة الجماعة في عام 28، بعد البحث والتدقيق اتضح أن المسألة ليس فيها تناقض،
وإنما التكوين الفعلي والنشأة الحقيقية هي ما زالت في عام 28، وهذا ثابت بالآراء والأدلة. وأما التاريخ الآخر المقترح هو 29، فكان مبعثه أن التسجيل الرسمي والإشهار الرسمي حدث في عام 29، وليس ويعني هذا أن الجمعية انتظرت أو أن أعضاءها انتظروا لا يمارسون أي نشاط حتى تم الإشهار الرسمي، وإنما العمل بدأ من اللحظة الأولى. وقد عرفنا في الحلقة السابقة كيف أن المبادرة جاءت من 6 أفراد التقوا بالأستاذ البنا بعد درس من دروسه التي كانوا يواظبون عليها، وعرضوا أنفسهم أن يكونوا معه ويتبعونه فيما يقترحه من برنامج أو من طريقة لخدمة الإسلام والمسلمين. وبهذا التجرد والتفاني في خدمة الدين بدأت الجماعة نشاطها الأول، وقد بورك فيها أو في نشاطها بأنه قبل مرور 6 أشهر كان ارتفع العدد الأعضاء إلى 70 عضوا. فلو قلنا أن البنا ومعه 6 هم 7 أفراد، فكأنه تضاعف عدد المنتمين للجماعة 10 مرات في مدينة صغيرة وهي مدينة الإسماعيلية. وطبعا تحدثنا قليلا عن مدينة الإسماعيلية وعن وضعها الخاص، وهي الحقيقة لها ميزات كمدينة صغيرة ولا أيضا بعض أوجه النقص. فالمدينة الصغيرة ليس فيها مجالات للعمل ولا للنشاط الضخم كما هو في القاهرة والإسكندرية، ولكن تمتاز المدن الصغرى عادة بترابط أعضائها أو سكانها ومعرفتهم لبعضهم البعض بشكل أكبر. فالذي يعيش في المدن الضخمة الكبيرة تستغرقه أعباء الحياة وتكاليفها والضغط النفسي والمادي فيها، بحيث لا يستطيع أن ينشئ علاقات كاملة مع جيرانه ومع الناس على اختلاف علاقاتهم به في سواء في العمل أو في غير ذلك. أما أهل المدن الصغرى فعندهم نعمة التواصل تكون أكبر، وعندهم سعة من الوقت لأنهم لا يعانون معاناة سكان المدن الكبرى ويضيعون الأوقات في المجاهدة لتحقيق سبل الحياة وقضاء منافعهم. فبالتالي هذه ميزة أتاحت للدعوة فرصة الانتشار، كما أنه هناك كان تقارب اجتماعي إلى حد كبير، من حيث أن العاملين أو سكان المدينة نسبة كبيرة منهم كانوا يعملون في هيئة قناة السويس أو شركة قناة السويس كان اسمها في ذلك الوقت، وما تبعها من شركات أخرى. فالشركة كانت تمتلك كل مصادر الإنتاج والتشغيل والتوظيف في المنطقة، ولها الكلمة العليا كما ذكرنا، وكانت أيضا هي مسؤولة أو تولت إدارة الخدمات في المدينة وأصبحت جزءا من عملها كبديل للإدارة المحلية التي توجد في المديريات، وهي الأسماء القديمة للمحافظات أو مجالس المدن والمجالس البلدية التي نعرفها في أيامنا هذه. الإسماعيلية أيضا كان فيها زمرة من المشايخ، وكان فيها زمرة من الصوفية ومن الأعيان، وكان فيها بعض النوادي. وكما ذكرنا في المرة الماضية كانت هذه المناطق أو كانت هذه الفئات التي عمل البنا على التعاون معها وإقامة علاقات قوية بينه وبينها، لأنه يعلم أهمية الدور الذي تلعبه هذه القوى المؤثرة في المجتمع، ولأمله أن يتمكن يوما من اجتذابها إلى صف خدمة الإسلام والمسلمين. وقد نجح في هذا نجاحا طيبا ذكره في كتابه مذكرات الدعوة والداعية،
كيف أنه تجنب مسائل الخلاف والمجادلة بين هؤلاء الفرقاء المختلفين، بل وعمل على التقريب بينهم وأن يكون واسطة خير تجمع من تخاصم منهم مع خصومه، بحيث يعني يقلل من حدة هذا التناحر الاجتماعي، بما يوفر بيئة أصلح لنشر مبادئ الإسلام والدعوة إليه. احتاج الإخوان إلى مكان خاص بهم، وبدأوا يبنون مسجدا وبملحق به دار للإخوان ومدرسة، وذلك لأنه كان واضح أن الدعوة تنتشر وأن الحاجة إلى المكان ستصبح مهمة إن عاجلا أو آجلا. ومن اليوم الأول قرروا الاعتماد على أنفسهم في تمويل المشروع من تبرعات ومن جمع تبرعات أيضا من الأهالي، ولم يلجأوا إلى الحكومة. هناك حادثة أنا ذكرتها عرضا إحدى المرات الماضية، وسألني بعض من اتصلوا بي منذ أن سمعها يسألني عن مزيد من التفصيل فيها، وخاصة أنها استخدمت في كتابات انتقدت البنا واتهمته بالعمالة وما إلى ذلك. وهذه الحادثة ذكرها الإمام بنا في مذكراته بكل تجرد وبدون أن يدخل عليها أي نوع من الوتوش أو التزويق، وتعتبر حكايته هي المصدر الوحيد لها، لأنها تحكي لنا تفاصيل لقاء حدث بينه وبين مدير شركة قناة السويس. موضوع الحادثة هو ما سماه البنا هبة شركة قناة السويس، أنهم عندما كان العمل أوشك أن يكتمل في بناء المسجد والمدرسة، وكان طبعا يسير ببطء في تلك المرحلة لقلة ما تبقى عند الإخوان أو لنفاد ما كان عندهم من أموال، تصادف أن مر بالموقع مدير الشركة واسمه مسيو دو بونوا، وهو واضح من اسمه أنه فرنسي، ومعه مساعده، وسأل عن هذا المشروع أو المبنى، فعلم أنه مسجد، واستدعى في مكتبه الشيخ البنا وقال له أنه سمع به المشروع ويفكر في المساهمة في بنائه بالتبرع، الشركة تتبرع بمبلغ من المال، وأنه في سبيل ذلك يحتاج إلى رسم للمشروع وتفاصيل عنه، ولم يجد البنا حرجا من هذا، فأرسل إليه الأوراق المطلوبة، ومضت شهور حتى نسي البنا وعد هذه الشركة لأنه لم يسمع منه شيء. وبعد شهور جاءت دعوة لمقابلة الرجل مرة أخرى، فذهب إليه وأخبره الرجل بأن الشركة قررت أن تهب المسجد أو مشروع بناء المسجد 500 جنيه. فالبنا يعني رد عليه بتساؤل وتعجب قائلا يعني هذا شيء غريب جدا أن الشركة تتبرع بهذا المبلغ الزهيد، بينما هي تبني الآن كنيسة نموذجية تنفق عليها 500,000 جنيه، يعني 1000 ضعف ما تعطونا إياه ونحن أغلبية في هذا البلد، والمسيحيون عدد قليل وعندهم من الكنائس الكثير. فاعتذر المدير الشركة وقال والله هذا ما تقرر أو ما قررته، ولكن سأحاول ربما أستطيع
أن أقنع الشركة بالمزيد، ورفض البنا أن يأخذ المال بنفسه، وأكد للمدير الشركة بأن القواعد تنص على أن يأتي أمين الصندوق الجمعية ويتسلم بشكل رسمي المبلغ لإيداعه لحساب المسجد، وقد كان وأرسل البنا المسؤول المالي في الجمعية وتسلم المبلغ. وهنا طبعا بدأت الأقاويل تتصاعد، لأن الناس اختلفت في تفسير هذا الموقف من البنا. بعضهم أفتى بأنه لا يجوز أن يأخذ المال، لأنه المسجد بعد ذلك لا يصح أن يصلي فيه أحد، لأنه مبني بأموال من أهل الباطل أو من غير المسلمين. وهنا البنا صارحهم برأيه لماذا هو قبل. قال: أنا اعتبرت أن كل ما تأخذه الشركة وتملكه هو ليس بحقها وليس مالها، وإنما هو مالنا نحن الشعب المصري، وهم قد استولوا عليه عنوة، ولذلك إذا جاءت أي فرصة أن نأخذ هذا المال أو بعضا منه فنحن أحق به منهم، وبهذا تنتهي أي شبهة أو تنتفي. نحن لم نأخذ من أحد مالا، وإنما استرددنا بعض مالنا الذي هو حق لنا. وبهذا اقتنع كثير من الناس وانتهت هذه الضجة. ولعل هذا يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة التحديات التي قابلت الجماعة. كما قلت إن أي عمل إصلاحي يعني لا يجد الطريق مفروشا بالورود، وإنما سيقف الكثيرون ممن ينتفعون بالأوضاع الفاسدة أو ممن يخافون من تغيير الأوضاع ولا يريدون المغامرة بالإصلاح. هؤلاء القوم وهؤلاء جميعهم يحاولون تعطيل عمل الإصلاح والتشويش عليه. ولذلك نرى منذ اللحظة الأولى بدأت الشكاوى تنهال في حق البنا وتتوجه إلى وزارة التعليم أو المعارف كما كانت تسمى وقتها، لأنها هي التي تستخدم البنا الذي ما زال يعمل في التدريس. واتهمته بشتى التهم، ومن أهم التهم هي مسألة التبعية. فمنهم من اتهمه بأنه شيوعي يتقاضى دعما ماليا وأدبيا من الدولة الروسية الشيوعية، والبعض الآخر اتهمه بأنه عميل للحكومة أو الأقلية التي كان يرأسها إسماعيل صدقي باشا، والبعض الآخر كان اتهمه بأنه وفدي وأنه مضاد للحكومة القائمة هذه. وكما نرى لا يجمع بين هذه التهم أي شيء سوى أنها تريد هدم الرجل وتريد صف الناس عنه وتشويه سمعته، وإلا كيف يتفق أحدها مع الآخر؟ أنه كما رأينا في موضوع هبة الشركة أنها لم تكن من الإنجليز وإنما كانت من مدير فرنسي، فما أشاعه رفعت السعيد وغيره أن الهبة دليل على عمالة البنا للإنجليز باطلة من الأساس. ثم أنه لما نتابع تطور الأحداث ونرى موقف جماعة الإخوان والبنا على رأسها من الوجود البريطاني في مصر، وكيف أن البنا كان يعد الفدائيين لمقاتلة الإنجليز ولإجلائهم عن البلاد بعد أن فشلت الوسائل السلمية والمفاوضات بين أقطاب السياسة المصرية والحكومة البريطانية عبر عقود طويلة من الزمان، فلم يكن هناك بديل سوى أن يحمل الشعب المصري السلاح ليحرر بلده من الاحتلال الأجنبي. وقد كان الإخوان في طليعة من حمل السلاح،
وقام بهذه العمليات، فكيف يعقل أن يكون هو الذي يقاتل في ضد الإنجليز هو نفسه عميل لهم؟ أما أمران لا يتفقان. نعود إلى التهم التي، وهناك تهم أخرى اتهمته بأنه يأخذ الأموال التي يجمعها في الإسماعيلية ويرسلها إلى مدن أخرى عن طريق أخيه الذي يرأس شعبة في القاهرة، أو عن طريق الشيخ حامد عسكري الذي تولى أمر شعبة شبرخيت، ومثل هذه الأقوال كثيرة. ولم تهدأ هذه الإشاعات رغم اتضاح كذبها مع مرور الزمن ومع بيان الحقيقة لكثير من الناس، و حتى غادر الشيخ البنا مدينة الإسماعيلية، بل إنه عندما تقرر نقله إلى القاهرة وكان سيذهب إليها، كان هناك على جمعية الإخوان دين مقداره حوالي 300 جنيه، فقامت حملة مضادة ضد البنا تتهمه بأنه بعثر أموال الإخوان وتطالبه بأن يسدد هذا المال. كان الرد سهلا لأنه كان كل شيء في الجمعية مسجل وفي دفاتر ومراجع، وليس هناك أي مخاوف، كل الأوراق سليمة وكل المصروفات يعني معروف أين ذهبت. ولكن إبراء لذمته هو تعهد بأن يسدد هذا المبلغ، علما بأنه لم يأخذه هو نفسه. وقد قدر هذا الشعور بعض الوجهاء والأعيان في البلد ممن يحسنون الظن به، فتكفلوا هم بهذا السداد، وفي جلسة واحدة قسموا الدين بينهم وسددوه لخزانة الجمعية حتى تصبح الجمعية غير مدينة بأي أموال لأي أحد. وأبرئت ذمة الرجل في حينها، وانقطعت ألسنة الناس الذين حاولوا هدمه بهذه الاتهامات. فالشاهد أنه النشاط في الإسماعيلية زاد وكبر، وكان له مظاهر عجيبة تدل على طبيعة الشخصية التي تمتع بها البنا، وطبيعة الحركة التي أنشأها أو الجماعة الصغيرة التي أنشأها والتي ستنمو مع الأيام لتصبح حركة كبيرة واسعة النطاق. كانت الأساليب العملية في مواجهة الفساد خير سلاح اتبعته الجماعة منذ البداية. فمن أمثلة ذلك أن الأرض التي اشتراها الإخوان لينشئوا عليها مسجدا كانت تقع في منطقة مجاورة لأماكن تمارس فيها الدعارة. وعندما نقول هذا يجب أن نعلم أنه في تلك الآونة كانت ممارسة البغاء والدعارة مقننة بالقانون المصري، بحيث أنها لا تعد جريمة وإنما يرخص لأصحابها أو ممارسيها بموجب القانون، ويتعاملون مع الدولة بهذه الصفة الرسمية. وكان هذا طبعا في ظل الاحتلال البريطاني لمصر، ولم يكن هناك عند المصريين من القوة أو الإمكانات لإلغاء هذا الواقع الأليم. وبعض الإخوان يعني ترفع عن أن يكون لهم دار قريبة من هذا المكان، ولأنه إمكانات المادية قليلة، ولأن المشروع الأول في شراء قطعة أرض سابقة قد فشل نتيجة لضغوط كثيرة على صاحب الأرض جعلته ينسحب، فلم يكن أمام الإخوان إلا هذه القطعة وفق إمكاناتهم.
أصر البنا على إنشاء الدار في تلك المنطقة وشرح أسباب هذا الإصرار. قال: نحن دعاة إصلاح ودعاة خير، ولو وجدنا في مكان قريب من هذا فلا بد أن شيئا من الخير الذي ندعو إليه سيصل إلى سكان المنطقة وسيشجعهم على إصلاح أنفسهم والتخلص من هذا العار. وهذا ما حدث في حقيقة الأمر، بمجرد أن بدأت الدار عملها ونشط الإخوان في الدعوة في المنطقة، إذا بأحوال الناس المحيطين بها تتغير، وخاصة من وصلتهم هذه الأفكار واعتنقوها. والعجيب أنه طبعا أثر هذا تأثيرا سلبيا على أصحاب أقدم مهنة في التاريخ أو البغاء، فجاءت بعض النسوة ممن يمتهن هذا العمل المهين إلى البنا وشكونا إليه أن أحوالهن تأثرت بتغير أحوال سكان الحي وجوارهم، واعتبروا أن هذا تهديدا لمصدر رزقهم. وهنا جاءت الفكرة العملية أو الحل العملي من الأستاذ البنا، فقال لهم أن الحل في أيديكن أن تهجرن هذه المهنة الوضيعة وتسلكن طريقا أشرف وأكرم لكم، ونحن هنا لنساعدكم في هذا. وأعلن أنه سيجمع لهم التبرعات ويبني دارا تسمى دار التائبات، وتلتحق بها كل امرأة تطلق هذه المهنة وتريد التوبة لتقيم فيها وتتعلم فيها حرفة من الحرف. وقد كان، فأنشئت هذه الدار وتوافدت عليها النساء التي اقتنعنا بهذه الفكرة وقررنا التوبة وتعلمنا فيها مهن شريفة كالطهوي وكالحياكة والأشغال المختلفة ورعاية الأطفال وما إلى ذلك. ومن ثم وجدنا ما يتكسبنا به من طريق حلال، وبعضهن تزوجنا وأصبحت لهن حياة مختلفة تماما. وكانت هذه طبعا نجاحا كبيرا ومثالا طيبا لكيفية مواجهة الانحرافات وأوجه العيب والقصور في المجتمع بشكل عملي ناجع يغني عن الكلام وعن كتابة عشرات الكتب والمقالات. على القرآن.